جعلوا نيرانهم في طريق حياتي، لا لتدفئتها مثل ما يفعل الآباء بأبنائهم والإخوة بإخوتهم والأصدقاء بأصدقائهم. أشعلوا نيرانهم لحرق طموحاتي البسيطة وتطلعاتي الشابة. كنت أحاول جاهداً إخماد نيرانهم بمواهبي، لكن نيرانهم تضطرم عالياً علو الأسوار حولي. إنها نيران الحقد والحسد، نيران الجشع والغطرسة، نيران امتزجت بعلقم الكلام والفعل. من أين لهم كل هذا؟ كم تجرعت من كؤوسهم التي فاق مرها مرارات الحنظل، وكم تجرعت من تلك الأمرار بلساني الحالي حتى سالت مقلتاي. حاولت أن أتقي تلك النيران وربي، لكنها أحاطت بي من كل الجوانب. لطالما توغلت في غابتهم المشتعلة لأصل إلى نهر الأمان، ويجرفني بعيدا عنها حتى تلعق أياديه الآمنة حروقي التي لم تخمد بعد. ظننتها كوابيس نوم ثقيل من بعد وجبة كاملة الدسم، فأردت أن أبتلع كلتا يدي لأتقيأ الطعام الذي لم تمضغه معدتي. أردت أن أقرص نفسي في موضع الحرق لأنجو من النوم الراقد فوق صدري كرقدة التنين، لأنجو إلى عالم طبيعي يعج بالمارة المسالمين الأسوياء الذين يلقون تحيات الصباح والمساء، أو أن أقرص نفسي فأموت ميتة العقرب حين تحيط به النار كما هو حالي في الساحة. أشاروا لي ثلاثتهم وعلى رأسهم مرع الكير، إلى ذلك الشخص المعوق الذي أعاقته إحدى سيارات الإنجيز الصيف الماضي فجعلته أسير عاهة ترنحه شمالا ويمينا، معقوف اليدين مثل دفتي الميزان، يقفز كالفارس ممتطيا ظهر الأرض الصلب بحركات موزونة التكرار. وحين يتوقف في أحد أركان ساحة العروض يفرد ذراعيه ليتمطى كأنه طير لا يقدر على ضم جناحيه أثناء تحليقه في السماء، متحررا من عبودية الأرض. الذين يراجعون المباني الكبيرة والصغيرة تفوح من أوراقهم رائحة الخيانة والحرام، مبان لا رقابة عليها بعيدة عن عيون الإدارة، المراقب فيها مرتشٍ. هذا هو السر الذي حاولوا أن يكتموه عني، هذا هو الذي لم أفهمه منذ البداية طوال تلك السنين. عرفت لماذا هم حريصون على إنهاء الأوراق بأقصى سرعة، عرفت لماذا كانوا خائفين مني، عرفت لماذا كانوا يكرهونني ويؤذونني. لأنني لم أفهم لعبتهم، لأنني لم أكن مثلهم. عرفت لماذا لا يريدونني أن أحتك بالشارع مع أنهم يفعلون ما هو أكثر من ذلك. عرفت لماذا كانوا يقولون أنني لا أعرف كيف أمثلهم. عرفت لماذا كانوا يحاولون إخافتي من رجال الأمن السياسي مثلما يخوف الطفل من الغول. سأتركهم وقد ينسج عقلي بأفكاره خيوطاً شفقية من الابتسامة المفعمة بالحلم المتعلق بالأمل التي تضفي على النفس المزيد من الصبر وتساعدها في الارتحال الروحي العميق، مكسوة بالود والتحنان المزين بالحب المثالي النابض والمواسي لأي ونين يقبل نحو النفس ويريد إضفاء الجراح بخفية حتى تغدو الدنيا مليئة بألوان الظلال الحزين.